السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي مصطفى. تفضل. كيف حالك يا أخينا؟ الحمد لله بخير. جزاك الله عنا ونفعنا الله بك. وإياكم، تفضل. وأنا بصلي المغرب بنتي وقعت من على الترابيزة. أيوه. أنا وأنا بصلي يعني لحيتها يعني. أه. وأتمنى ما في مشكلة إن شاء الله. الصلاة صحيحة. أدركتها ودخلت صلاتك، أدركتها منعتها من السقوط ودخلت صلاتك وأنت في الصلاة. لا أنا بس أنا بصليت كملت. نعم. كانت صلاة المغرب وقفت أنا بصلي وكملت. أيوة، يعني تحركت عن القبلة كثيرا ولا لا؟ نعم. تحركت عن القبلة كثيرا؟ لا، في اتجاه القبلة يعني. إن شاء الله مش مشكلة، إن شاء الله الصلاة صحيحة.